لماذا حرم الله الزنا؟ أجمع العلماء على أن مقاصد الشريعة الإسلامية جمعاء تهدف إلى حفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولأن العرض إحدى هذه الضروريات الخمس، فقد حرص عليه الإسلام حرصا شديدا وأولاه اهتماما عظيما، وصانه وحفظه وحماه. والذي يتابع التشريعات الإسلامية ويتأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يلمس ذلك الحرص سريعا، فقد جاء في القرآن الكريم مثلا ما يدل على تحريم الإسلام للزنا واعتباره كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وذلك لما فيه من هتك للعرض، بل إن الإسلام لم يكتف فقط بتحريم الزنا، بل جعل كل ما يؤدي إليه ويدفع نحوه محرما كذلك. فإطلاق البصر والتبرج والخلوة كلها محرمة، كما أمر الله تعالى المرأة المسلمة بالحجاب والستر والحياء في الملبس والكلام، ونهى الإسلام أيضا عن الاختلاط بين الجنسين وتخنث الرجال وترجل النساء وكل ما من شأنه نشر المنكرات والرذائل. ولم يكتف الإسلام بتحريم الزنا وما يؤدي إليه في سعيه للحفاظ على الأعراض، بل شرع آداب الاستئذان وأمر بها، ولم يبح اقتحام البيوت دون إذن أصحابها، وجعل الاستئذان فرضا من أجل حماية العرض وحرمة البيوت. كما حرم قذف المحصنات واعتبر ذلك كبيرة من الكبائر ووضع حدا خاصا. وحرم كذلك أنواع الشذوذ الجنسي كلها من لواط وسحاق وغيره، حماية للمسلم وعرضه وشرفه. ما هي الحكمة من تحريم الزنا؟ حرم الله تبارك وتعالى الزنا تحريما قطعيا، وأوجب على من فعله حدا معلوما عقوبة له في الدنيا. ولهذا التحريم حكم عديدة، منها أن هذا التحريم موافق لفطرة الناس السوية التي خلقهم الله عليها، وهي فطرة الغيرة على العرض والحرص على صيانته وحفظه، بل إن الحيوانات تغار على أعراضها كذلك. فالإنسان إن رضي بأن يعتدي أحدهم على أخته أو أمه أو زوجته وأن يجعلها سلعة ومتاعا، فقد رضي أن ينزل بنفسه إلى مرتبة هي دون مرتبة بعض الحيوانات. من حكمة تحريم الزنا أيضا حفظ الأنساب من الاختلاط، فالزنا يجعل بعض الأفراد من صلب الإنسان وهم في الحقيقة ليسوا كذلك، فيصبحون جزءا من عائلته، وبهذا يكون لهم الحق في الإرث مثلا، ويصبحون أرحاما مع أنهم ليسوا كذلك. من الحكمة أيضا الحفاظ على نظام الأسرة والحياة العائلية، فلو أن الرجل اتخذ عشيقة له والمرأة اتخذت كذلك عشيقا لها لتدمرت الأسرة وتشتت شملها بلا شك. الوقاية من بعض الأمراض، فقد ظهرت في الشعوب الإباحية الكثير من الأمراض المرتبطة بالزنا، منها الزهري والسيلان والإيدز، وهذه أمراض خطيرة تتسبب بوفاة الكثيرين سنويا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من انتشار مثل هذه الأمراض في الأقوام التي دأبت على فعل الفاحشة. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. من الحكمة أيضا في تحريم الزنا هو الحد من انتشار الجريمة، فالزنا يؤدي إلى شيوع الجرائم والقتل، فترى الرجل يقتل زوجته وعشيقها، أو المرأة تفعل ذلك مع زوجها وعشيقته، وقد تقتل المرأة من زنى بها إن كان قد أكرهها على ذلك.